محمد علي بودي قال نمضي ذي ما نهر صعون ما ندري نصعون إنه وادب صعون شري قصوين كم محمد علي مر كان راعنو خاد كي ومري كم صون نقول شري مالك لو كان نقول شري أنا وان دب وريج شري مر كا وعيد الله شو قاعد يوردن أفر باك صور راعي أفر تاسان ووجي مدي محمد إيشان تانين محمد علي عنك قلادي كلام مال أي كود بيسان وورك ما هيو يونو كفاي ومالين مايو هاي علي محمد علي وجهي سعمان بد بس أهرت ودو بلاتري والجيبة مركو مقام كان صافر يستي أنا وان أقل محمد علي أبا هاي بانو محمد علي وان سلامي مقعب محمد علي باوتي محمد علي مو مقعب للسعودي وده ده قد كان له ونجري كم ده برامج كده ويتشوك وطحنه هي الجماعة محمد فارح دلمر أمام محمد علي كل بدت كسر ويا قانون وحمان تب مرتية أه ويلي تشوكا شيخ أحمد شيخ إبراهيم سلطان أو أه ديجان كي مركو كتلا بي حدود كصومالية أو تلا بي ديجان كي مكر لو جم مقعدري محمد علي لكن مركو هرل أورنجري ودد جودك لكن مكو حلو يا قانون محمد علي شيخ أحمد أوكر أو مركا حلقة إن يراها مقام كفريستي أما مش كفريستي وادت كي عسومي وطبعا مع المدة تجوزه إنه شقي محمد علي مجاهد محمد علي لا هي أون حرستو وحوها نين حق دير ربوها وحو جوجي شريه ونوجي ميد ماشاء الله يراها محمد علي اللهم صل على محمد وحب مضحك أهانجري شبه دي لوغو مقعدرين مركا حرين تصو مالك البيت لمك أحماردو مركا ما يصور دابسي سنين چك چكا قولا دي مركا لوريد صومالي وحيدو نتوغي ترتك لبايركا انتاو دحايسي جبهة محمد علي مدحتا كا هاي لو نجري حرينتا صومالي قلبيت با فدي شرتي مركا محمد علي ايا وحو كس يمدو كسو ان بابا حي جبهة دي حرينتا صومالي قلبيت وحي سنشري وحا جبهة دي وحكومة يكا صورا عاي افر انان إيه محمد علي شن تاسي هايين وحي نوغو يمادين ماشا ليرام مانتا محمد علي أكبابي قال لوغو مقعدري محمد علي محمد علي وحا لوغو مقعدري جيد أي كو هرسدين محمد علي يا عيدا كيوتي وأفرها محمد علي جيت كي وفرستي وها وكنا سنين جيت مري مري أبو ها جيت كان مري مري ذي بلي بكو يلا ومركي قبل كنا عاي ويك صوب حين مقام حضرة العليا شيخ إسحاق أم محمد علي كو يلا أيوم محمد علي يمد عيدا كي سينا مقام كا أيوم الوردية كقبطة هالكي بيفدين طبعاً معلومات بيتشوجين هل كافرتي إنن إيه محمد علي أنا جو عنكم إذا هاي قلادة مقام كتشوج تان ما تحكى هاي أنا جو أن وعند إسوافق سين هذا بس يرويل نكال كان ينوبو يمد إيه عيدا كان وطا عيدا كان وافر اسنا وشنيي
معان كوشي كرينا خلفاء الراشمين تيو أفرا يا رسول الله محمد أو كوشانا نكنا محمد بالله راه هذا واي هي اللهم صل على محمد محمد على هذا نوح كل مستي مقعين نبينا صلى الله عليه وسلم يا سيد علي أيها هذا كل مستي واي هي كلكم مدة طبعا عشان اللي تشوقي ونقع ببحي أنيقا إيا إنا كلاكرا عني هالكي ألكن مقال هذا محمد علي أفرتي إيا محمد علي شانتي وان تضبي إن مركا أنيقا إيا كيبا تضبا كدقني محمد علي أنيقا قوري سنكلاب ويسي مركا قوري سنكلاب كهابان قاتي تضبا عشو oo duriya dheer u joogay meesha duriya leedahay waalkii sadigii SNM ta ugu weynay ayaan arugu bodyguard ka ah maxamed cali bodyguard nimadeedii baan hor socon mana dhinac socoonina waa daba socon jiray qisooyinka maxamed cali markaan raacno raadkii uu maray kama soo noqon jirin meel kale uu ka noqon jiray anaga waan daba wareegi jiray markaa duriya iyo gobyarey iyo togo jaalaba waxay u badnayd bariga gargedo maxamed cali ma mari jirin bannaanka gargeda wuxuu mari jiray gidaarka iyo tiirka barandaha inta u dhaxaysa madowgaasuu mari jiray anagu waan ka dama mari jiray toddobada cisho markay noo dhammaatay aniga wuxuu igu yidhi qoriga ninkan u dhiib waan u dhiibay bastoolad buu aniga ii dhiibay wuxuu bastooladda hayso adigu dalkii nagu sug maxamed cali sidaan u sugaynay dalkii idaasmaanu arag qadarullaahi wuu geeriyooday wuu wafaaday mujaahid maxamed qisadiisu sidaasay ahayd ciidamadii uu xukumayay maxamed cali way islaayeen waxna isku diideen qorshayaal la bixinayay oo jigjiga ka ima jiray oo jaadaba isku diideen kadib محمد علي وحور وار قيبتنا إنا مالن قاضو قيبتنا إنا مالن قاضو إسكو لعد وحايا هايد قيبتي غور قادن إسبا مالثي تنبا غور دي كلا نعضي ساسا تقال كو كنعي سركال كي حكومي تشري إذا مدي سومالي دي كالبرك فلي تشري أيايد محمد علي خبكا كقر عيدا كا محمد علي وو كقري قولو كوري وحاجرا وحباجرا أنو حنقل يا حبشدا ciddii raacaysay raac ciddii kale ina reerihiina iska tag kala tagaa joog afar inan baa soo raacay wixii dad la joogay oo dhan afar baa ka soo raacay afartaasaan ugu yimid maxamed shantaan nin maxamed cali annaga qoladii kale meel ay ku dambaysaan ugu warka ma hayo maxamed cali halkaasaan ka raacay laa duriya dheer arruucankaasuu ahaa waa yahay kordhiso liqawaan barkii maxamed cali oo daheeya daqare kaahin ahaa محمد علي وحو يري أبوها يو حضر ذا فلي أمر كوكو قلي محمد علي بان هاي عيدا با إلى سعودة أحمار أرى كانو تغينا سوريا ندورينا أبوها يحربو دري دهيي وحو يقو ييت وو ياري دهيي أو يمد ومحمد علي عيدا با إلى سعودة وحو دونا يا سوريو أي دونا يا محمد علي بان مركز وحا سوريا يي دهيي casuumadii iyo sooriyada halkii bay ku cuneen muu tegin haddaba toban cushuu nala joogay oo uu meesha daawanayay dadkeyga iyo dalkeyga iyo deegaankaba maxamed cali toban cushuu na dhex fadhiyey waa kaa allahuma salli calaa maxamed maalintii 12-aad waynba baxeen cid kaad guraysay oo tidhi maxamed cali halkan uu joogayna ma jirin cid jaajuus ahayd waa jirtay laakiin ilaahayba subxaanahu wa tacaala ayaa aamusiyay oo may odhan maxamed cali geedkaas u fadhiya waa cilmi ilaahay leeyahay boori gaar aha oo daba socday ma sheegi karo cumaamad buu duubnaan jiray hoosna wuu foorar jiray raadkiisu eegi jiray u malayn maayo inuu maxamed cali weliga turunturooday maxaa yeelay qofku hadduu
سولشيسا سلاو ما ترون ترودو إنه كفاي وملايين مايو هاي علي محمد علي وجهي سوء محمد بوسى هورتو دوبلاتري والجيبة مركو مقام كان صوفر يستي أنا وان أقلي محمد علي أبا هاي بارو محمد علي وان سلامي كعنت إنتو سايم من عصري ونقول ده وسوس علي كعنت لو يسوف دي مار أهايا عصايا كعنتي سال لكن كعنتي ساسي عصام باي وقيت لي وجهي سأجي كريوس أو أي كريينة ما تجربة محمد علي وأنا تاوي وكو حياتها ديجانك محمد علي لوبي كور محلول ديجانك هو حلول يجري ودده بقدك مقعب محمد علي باوتي محمد علي مو مقعب للسعودي ودده بقدك اللي ونجري محمد علي ما فريستي طبعا عيشة ما تشوقي مكاتي محمد علي بقى لوغو ما قدر اكواب يوردن وحنا نقول مقالا انا هضان ان هاي نمنك محمد علي دقن برعا ميل لي راه هذا محمد علي وماش اساس هي بنو لو سكول بال نقول وحنا ولا لها يو ديك عصرينا محمد علي مو يانا ميل كلو محمد علي لي راه هذا ما اوغولين هضان ان هاي نمنك ودح فدي جيري maxay yeleey taariikhda ka horeeyay magacayaga ka horeeyay anaga ugu magac darnay anagu maxamed cali dhex fadhi jiray qaybta bariga uu ka dhashuunay ahliyadii soo halkan lahayd marka waxa yeleeysan halaga daayo magacaasan lahayd halaga daayo oo dardar assalamu alaykum xilliga xaaladda deegaanka sidee xaaladda deegaanku markaa way kacsanay oo maxay yeleey libada dawladood oo diriiraya dhixdoodaanu fadhinay ama maxamed cali ba ciidankiisu yiilay meesha xaaladu xaalad adag bay ahayd ilaahay wuxuu qadaray markii dambe in labadii kala guuradii baa ka dhacday xagaana u rara xagaana u raradii ciidankii SNM ee maxamed cali uu ku biiray gudaha soo galeen xaaladu sidii bay dawlad maanta ku tahay deegaanka maanta wuu fiican yahay wuu barwaaqaysan yahay allahumma salli cala maxamed maanta nabadgelyaa taalla cid waloo saldhiggii maxamed cali soo tay istiraahda waatay karaysaa maanta muddo dhexdii ahayd way adkaatay si loo tallaabo cawil baa igu yidhi inaanu nimaad baanu doonaynaa ha imaninaan ku yidhi anigaan ku yidhi laakiin maanta waxba waa la tegi karaa waa la soo baabuur baa la kaxaysan karaa waa la soo noqon karaa maanta way tegaraynaa waan idiin sheegayaa artistaynu soo kaxayn doonaa maqaamka iyo geedka iyo ballaygii sheekh isxaaq oo isku wada qoofalan baa artistu soo sawiri doonaa meel kasta ku dhejista taariikhda ma garatay xaaladda maanta deegaanku aad bay fiican tahay laakiin waxaan ku jirnaa waqti jiilaalaho ilaa gugudu tayirtu barigeena way ka curatay xagga kama curan halkaa waxaan ku hakinaynaa qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeenni waa joog inta barnaamijka mid la mid ku kulmi doono waa anigaiyo cabdirasaaq fi amaanillah